إن كنت مغلوبا من خطية معينة فلا تيأس من انغلابك، وإن كنت غير قادر على التوبة الله قادر أن يعطيك التوبة، بس أنت تسلم نفسك ليه وتقول له توبني يا رب فأتوب. وإن كنت مش قادر تشتغل وتعمل أي عمل روحي افتكر قول الرسول الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لأجل المسرة. يعني أنت إن ما استطعتش تنفذ وصايا قل له يا رب اعتبرني ضمن الجزء والعرب والعمي والناس اللي في أزقة الطريق الروحي ودخلني إلى ملكوت. الخروف الضال ما قدرش يرجع، لكن ربنا راح له ورجعه، والدرهم المفقود ما قدرش يرجع إلى كيس صاحبته وإنما بحث عنه. فربنا بيبحث ويسعى وراء الخطاة لردهم، يعني الضال مش هيجي لوحده لكن ربنا هيطلب، والمطرود مش هيجي لوحده لكن ربنا هيسترد. ربنا سعى لأخذ ناس ما عملوش حاجة. يعني في واحد بجملة واحدة خد الملكوت، العشار خرج مبررا لأنه قال ارحمني يا رب فإني خاطئ، واللص اليمين أخذ وعد بدخول الفردوس بمجرد كلمة. وفي ناس لا بكلمة ولا بجملة إنما بمجرد البكر. المرأة الخاطئة اللي غسلت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها لم تعترف بأي خطية، والمسيح قال لها مغفورة لك خطاياك. ليه؟ لأنها أحبت كثيرا. فربنا بينظر للقلب، فإذا وجد قلبك تائب مستعد أن يغفر ليك. والمضبوطة في ذات الفعل إيه اللي عملته؟ ولا حاجة، مجرد كانت في ذل. والسامرية إيه اللي عملته؟ ولا حاجة. ولهذا المسكين إيه اللي عمله؟ فأنت تصلي وتقول له إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء. الابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، ما قالش جاء يخلص من سقط ولا من أخطأ، قال من هلك. فدي حاجة تعطي الرجاء للناس إن ربنا بيسعى إلينا وبيقول ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة.